بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا رسول الله. بخصوص السدل، يعني نتكلم عنه باختصار إن شاء الله لنفيد أن هذه سنة. في المذهب المالكي قلنا أنه يندب في القيام إرسال اليدين بوقار، ويسمى السدل على الجنبين، وهو المشهور في المذهب في الفرض لأنه عمل أهل المدينة، وفي صلاة النافلة يقبض، وفي صلاة النافلة يقبض كما قال الإمام مالك، فلا بأس. يقبض بيمينه على كوع يساره، هذا هو المعتمد في القبض على الكوع، ويضعها تحت الصدر كما قال القاضي أبو محمد رحمه الله: المذهب وضعها تحت الصدر وفوق السرة، وهو المعتمد. وأدلة السدل عند المالكية من الأحاديث، وليس لعمل أهل المدينة فحسب، وإنما العمل عندنا من أول المرجحات، وليس دليلا مستقلا. وحقيقة القبض على الصدر هو رفع اليدين عن مكان أصلهما، عن مكان أصلهما وهو الجنبين، ولأن أصل خلقة الإنسان في القيام هو إرسال اليدين، فلم تذكر في الأحاديث استصحابا للأصل، فلا تحتاج إلى ذكر ولا إلى دليل، لأنها أصل خلقة الإنسان في القيام أن تكون يداه مسدولتان، أو أن تكون يداه مسدولتين. أولا، كراهة الإمام مالك للقبض لأنه اعتماد، كما في الحديث الصحيح نهى. لماذا الإمام مالك كره ذلك؟ نريد أن نبين للإخوة الذين يزعمون أن الإمام مالك قبض بلا دليل، فهذا الكلام مردود بجملة أدلة إن شاء الله سنتكلم عنها الآن. كراهة الإمام مالك للقبض لأنه اعتماد، أولا، كما في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد المصلي على يديه، وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو معتمد على يديه. هذا نص. وقال صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة، وإن كانت جاءت في السلام، إلا أن القاعدة عند الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الكراهة الأخرى أن الأحاديث كلها وردت نفي مطلق الرفع، هذه في أحاديث، وإن كانت بعض الأحاديث فيها القبض واعتبرت عند الآخرين في المذاهب الثلاث الأخرى أنها مفسرة أو مخصصة للعام، فهذا عندنا لا يقبل، مقابل أن عمل أهل المدينة خلاف ذلك. فالأحاديث، قدمنا الأحاديث التي فيها نفي مطلق الرفع، والأحاديث كلها تنفي مطلق الرفع بعد الإحرام. كنضرب مثال أمثلة عن البراء بن عازب مثلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف،
ثم لا يرفعها حتى ينصرف. وعن عاصم ابن كليب عن أبيه أن عليا رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، وعندنا زيادة الثقة مرجح لعدم تعارضها مع العمل مع الشأن الذي كان في مدينة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، حتى البخاري لم يجزم بحديث القبض، حتى البخاري لم يجد حديث يتوافق مع شرطه، فاضطر أن يضع هذا الحديث ويبين في روايته على أنه قد يكون مرسلا، فذكر رواية إسماعيل شيخه إسماعيل ورواية القعنبي رحمهم الله جميعا طبعا. وإن كان تبويب الإمام البخاري وتقديم، إن كان التبويب منه لا من النساخ، فإن كان التبويب منه لا يلزمنا ترجيح الإمام البخاري، لأن له منهج يختلف عن منهج المذهب أو المذاهب، فهو يرجح بقوة الحديث، بصحة الحديث وقوة السند بالتحديث إلى آخره من منهج الإمام البخاري. فالترجيح عنده يختلف عن الترجيح عندنا، المنهج أو عند الشافعية حتى، وليس عند المالكية فحسب. رواية القعنبي هذه التي ذكرها الإمام البخاري، وثم عرج على أنها قد تكون مرسلة عن مالك لا تفيد شيئا، فقد ذكر رواية شيخه إسماعيل المرسلة، وقد تركها مالك في آخر قراءة للموطأ عن يحيى الليثي. يعني موطأ الإمام يحيى هو على الغالب أنه آخر الموطآت، فقد مات الإمام مالك والإمام يحيى حضر جنازته، لأنه ذهب إلى مصر وقابل ابن القاسم، ثم رجع إلى المدينة ليسأل أسئلة للإمام مالك، فوجد أنه مريض ثم مات وحضر جنازته. هذه الأدلة، عمدة الأدلة. طبعا من أراد المزيد من الأدلة فيرجع لكتابي صفة الصلاة، ذكرنا فيها الأحاديث كثيرة إن شاء الله. ثانيا، عمل الصحابة، لماذا كرهها؟ نحن نتكلم الآن على باب لماذا كره الإمام مالك القبض وقال بسنية السدل في الصلاة. أولا من الحديث، ثم من عمل الصحابة. طيب، عمل الصحابة، قال عبد الرزاق في مصنفه: رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه. رآه عبد الرزاق ثقة، فعندما يقول رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه، ماذا بعد؟ وعن عبد الرزاق كذلك الأمر، قال: أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة. هو يعقب على هذا الرؤية، رؤيته لابن جريج، فيقول أن أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. هذا عبد الرزاق، وعبد الرزاق كما قلنا ثقة، وعليه
فأبو بكر كان يسدل والرسول كان يسدل. وذكرنا فيما قبل أثناء شرحنا لصفة الصلاة أن خلافنا ليس منصب على هل هو سنة أو غير سنة، إنما هل هو آخر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترك الدنيا فيه. فعمل أهل المدينة يدل أن آخر عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يزدل، والله تعالى أعلم. ثبت ابن الزبير كذلك الأمر من أعمال الصحابة، ثبت أن عبد الله بن الزبير كان يرسل في الصلاة، وقد قال ابن عباس إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتضي بصلاة عبد الله بن الزبير. إذن كان رسول الله يرسل يديه، يعني كمقدمة ونتائج، مقدمات نقدم الآن المقدمات ونبني عليها النتائج اللي هي آخر قضية من قضايا المنطق. كل الفقه منطق، لم يبنى شيء إلا على مقدمات صحيحة فأنتج لنا حكما صحيحا. وحديث ابن حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نستطيع أن نقول أنه نص بالسدل. لماذا؟ انظروا في مقام المتحدي، ذكر أبو حميد الساعدي أمام عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فأعرض، يعني أعرض علينا هذه الصلاة التي تظن أنها هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر رضي الله تعالى عنه في كل الروايات عنه موضع الكفين، انظروا، ذكر في كل الروايات موضع الكفين في كل محل في الركوع والسجود والجلوس والتشهد إلا محل القيام. لماذا؟ المقتضى قائم، فلما لم يذكر؟ لأنه استصحب الأصل، فلا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى ذكر. فالمقتضى قائم فيما لو كان القبض من سننها، لأنه في موضع تحدي، فكيف يتحدى وينسى هذا الأمر في عشرة من الصحابة ثم يقرون له أن هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يعني إلا استصحاب الأصل فيها، وإلا سقط التحدي. كما أن سعد بن سهل كان أحد العشرة، سعد بن سهل الذي روى له البخاري، قبل قليل ذكرنا أن البخاري روى الحديث ولم يلزم به، هو حديث سعد بن سهل الذي تركه مالك أيضا في الموطأ في آخر قراءة له. سعد بن سهل كان أحد العشرة ولم ينكر عليه كما جاءت في الروايات، وهو راوي حديث القبض. ثالثا، قلنا أولا من الأحاديث، ثانيا من عمل الصحابة، الآن عمل أهل المدينة، لماذا كره الإمام مالك؟ ثالثا عمل أهل المدينة. للإمام مالك 900 شيخ كما جاءت في الروايات، ثم قال عن القبض: لا أعرفه، وكرهه كما في رواية ابن القاسم في المدونة ورواية ابن وهب كذلك الأمر، لأن البعض يقول تفرد به ابن القاسم، أو قال أن ابن هذا قول ابن القاسم، هذا لا، الذي يقول هذا ليس تحقيقا، هذا هو من النابتة، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أن ابن القاسم هو الذي تفرد فيه، هذا لا يدل أنه محقق أصلا، يعني لا يقلد ولا يستمع له ولا يستمع له. عندما تذكر ذلك يجب أن تحيط بكل الروايات. الآن في عندنا رواية المدونة من ابن القاسم، وهو تلميذ الإمام مالك،
لأكثر من 20 سنة لازمه. ورواية ابن وهب في أحكام القرآن للطحاوي بسند صحيح قال الإمام الطحاوي: فأما مالك فكان يذهب إلى كراهية ذلك في الفرائض وإلى إباحته في النوافل. الآن المذاهب الأخرى تعرف أن هذا هو قول المذهب المالكي، وإلى إباحته في النوافل عند طوال القيام، يعني هنا قيد كذلك الأمر، لكن المعتمد كما ذكرنا أنه تجوز في النوافل حتى لو لم يكن هناك طول، رعاية للخلاف. طبعا نحن نقول برعاية للخلاف، لكن المدونة هو مقيد بطول القيام. طيب، قال الطحاوي: حدثه يونس وهو ثقة. قال: حدثناها يونس، يقول حدثنا ابن وهب عن مالك بذلك. التقرير هو ما قاله الإمام الطحاوي في أحكام القرآن، قال: فأما مالك فكان يذهب إلى كراهية ذلك في الفرائض وإلى إباحته في النوافل عند طول القيام. فقال ابن يونس عن ابن وهب أنه قال عن مالك قال بذلك، اللي هو التقرير، وخالفه كلام يونس، وخالفه فيه ابن وهب. إذن المخالفة لابن وهب، ويذكرنا هذا عندما كان يذهب الإمام يحيى إلى ابن وهب فيرجع إلى ابن القاسم فيسأله من أين كنت، فيذكر له ابن أني كنت عند ابن وهب، فيقول: اتق الله اتق الله، إن هذه الأحاديث كلها لا يعمل بها. فمنهج الإمام مالك في الموطأ أنه وضع الأحاديث الصحيحة التي يعمل بها والتي أو التي يعمل بها والتي لا يعمل بها. هذا منهج. وعندما ذكر لابن سحنون أو ولغيره كذلك، أو ابن الماجشون ولغيره من المالكية، لماذا وضع الإمام مالك هذا الحديث ولم يعمل به؟ وهناك نحو 70 حديثا أو نحو 70 حديثا كما ذكر ابن حزم، والسيوطي قال نحو 60 حديثا لم يعمل به وذكرهم. هذا منهج، وليس معنى أن كل ما ورد في الموطأ يعمل به، بدليل أن الإمام الترمذي كذلك الأمر وضع، يعني هو استثنى من الأحاديث التي يعمل بها، ذكر أنه في حتى في عنوان السنن في كتاب السنن تبعه قال: الأحاديث الصحيحة والتي يعمل بها، لكنه استثنى حديثين لم يعمل بها ووضعهم، لأنه صحيحات لم يعمل بها من قبل الفقهاء، لكنه اضطر أن يضعها لأنها تلبي أو تتوافق مع شرطه وقد رويت له فوضعها، وهو قد استثنى هذا منه. فهذا منهج، لا يعني أن كل ما ذكر يعمل به، وهذا ليس شرطا. وهذا كذلك الأمر المنهج من الصحابة أخذوه، يعني حتى عمر رضي الله تعالى عنه ذكر له أكثر من حديث في الروايات الصحيحة الثابتة عنه وكان لا يعمل بها. فهذا منهج معروف لدى الصحابة، ليس بدعة من الإمام مالك رحمه الله. طيب، الآن كان إذن نقول أولا أنه لم يتفرد ابن القاسم عن مالك بكراهة القبض، هذه يجب أن تعوها. وقد قال ابن وهب: إذا أردت هذا الشأن، أي الفقه عن مالك عند الإمام مالك، فعليك بابن القاسم. إقرار من ابن وهب أن ابن القاسم ما يقوله عن مالك وعن فقه المالكي هو الصحيح، فيقول: عليك بابن القاسم فإنه انفرد به وشغلنا بغيره، عن الفقه المالكي.
انفرد به وشغلنا بغيره. وقال يحيى الليثي كما ذكرت لكم قد كان يذهب لابن وهب فيقول له ابن القاسم اتق الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. وقد سئل مالك عن رجل سئل عن رجل كان يستند وكذلك الأمر كان يقبض في صلاته. فهذا شاهد كذلك الأمر أن المعهود لماذا سألوا لماذا استغربوا فإن كان هذا هو السنة لماذا سألوا الإمام مالك عن القبض. يعني هذه الأمور مقدمات يعني منطقية من البداهة. قد يقول قائل أن ما تطلب منه هذا الدليل نطالبك كذلك أن هناك من يقبض في المدينة. نقول نعم لأن المدينة حتى مثلا محمد ابن الحسن رحمه الله كان يقبض لأنه حنفي كان يقبض. فلا يستغرب أن يكون هذا الرجل زائرا من خارج المدينة. فالأمر يعني واسع والأمر واضح. على كل هذا شاهد أن المعهود في أهل المدينة غير ذلك. لا يعني أن من أهل المدينة من يقبض وإن كان الاحتمال قائم لكن ضعيف هذا الاحتمال. الاحتمال أنهم لماذا سألوا الإمام مالك عن القبض فلو كان سنة لم يسألوه وإلا لما سألوه حتى استغربوه. وروى أبو زرعة وهذا كمان دليل قوي كذلك الأمر. روى أبو زرعة في تاريخه قال حدثني عبد الرحمن ابن إبراهيم وهذا من رجال البخاري عن عبد الله بن يحيى المعافري هذا من رجال البخاري عن حيوة عن بكر بن عمرو كلهم رجال البخاري رجال ثقات أنه لم يرى أبا أمامة يعني ابن سهل أبو إمامة ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط. هذا الذي ذكره الإمام أبو زرعة في تاريخه أنا بحكي زرعة دائما واضعا إحدى يديه الأخرى قط لم يره ولا أحدا. لاحظوا الآن ماذا يقول ولا أحدا. هذا التحديث من هؤلاء الأربعة لذكره أبو زرعة في تاريخه ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا سفيان الأوزاعي رحمه الله كان يخير الناس بين القبض. وهذه كذلك الأمر دليل آخر على أن السدل معروف في عند المسلمين لأنه كان يقول بالتخير وناسا يضعونه. وهذا السند صحيح وكل رجاله ثقات والأربعة هؤلاء روى لهم البخاري رحمه الله. وأرى كذلك الأمر أرى فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في إرسال اليدين أولا على الجانبين بعد تكبيرة الإحرام قبل رفعهما ووضعهما اليمنى على اليسرى عندهم تحت السرة طبعا إلا إشارة منه. يعني هذا الفقه أنه خالف أبي حنيفة أو خالف أبا حنيفة وأبا يوسف في مسألة الإرسال. هم يقولون بعد التكبيرة يضع يديه مباشرة فوق يعني الله أكبر عندهم ثم يضع يديه تحت السرة. عنده هو قال بالإرسال أولا على الجنبين بعد تكبير الإحرام قبل وضع اليدين. فهذا جمع فقه جمعي يعني جمع بين الأدلة بين الدليلين. وهذه إشارة منه أنه كان يرى أهل المدينة يفعلون ذلك وأن الإمام مالك كذلك كان يفعل ذلك. يعني إنها هذه متضمنة. فلم يذكر حتى أنه أنكر الإرسال بل جمع رضي الله تعالى عنه فقام بالجمع بينهما في الحكم إرسال ثم قبض الذي خالف فيه شيخه أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهم الله. ف
فجمع بين الدليلين فكان فقهه الإرسال سنة القيام والقبض سنة الذكر. وهذا معروف لدى عند الأحناف، معروف هذا عند الأحناف، وهذه إشارة لأن أنه تأثر، جلس الإمام محمد عند يتتلمذ على الإمام مالك في قراءته الموطأ 3 سنين، 3 سنين في المدينة، فجمع بين الدليلين. هذا يعني منتهى القول، هذا منتهى القول أنه جمع بين الدليلين، فكان فقهه الإرسال سنة القيام والقبض سنة الذكر. وكذلك روى الصباغ رحمه الله، وهو وجه من وجوه المذهب الشافعي، عن أبي إسحاق المروزي رحمه الله في شرح مختصر المزني، وذكرته لكم أن الإرسال كما ذكر الإمام الشافعي في الأم، ذكر أبي إسحاق المروزي قال أن الإرسال قد جوزه الشافعي في الأم، يعني بالخلاصة كلام الإمام أبي إسحاق. وكذلك قال المرداوي في الإنصاف كذلك، وعن الإمام أحمد يرسلهما مطلقا إلى جانبه، وعنه يرسلهما في النفل دون الفرض، لذلك لم يروى عنهما، عن الشافعي وأحمد، كراهة الإرسال، لم يروى عنهم، لكن منهجهم كان يقتضي أن يتخذوا، لأنهم يرون أن هذه الأحاديث الصحيحة مفسرة للعام الذي أتينا لهم به من الأحاديث التي ذكرت أنه رفع ولم يرفع بعد تكبيرة الإحرام. فرحم الله أئمة أهل السنة وهم يشهدون لمالك وأهل المدينة بصحة الإرسال، وما خالفوهم إلا لاختلاف مناهج الاستنباط للأحكام الفقهية، لا لكون السدل ليس سنة، لا لكون السدل ليس سنة، كما أي اختلاف آخر في أي مسألة أخرى. والخلاف بيننا وبينهم ليس محله سنة القبض، إنما هل كان هذا آخر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تفريق المالكية بين الفريضة والنفل في القبض وحمل الروايات على النافلة فله وجه قوي ظاهر من الأحاديث، إذ كيف نقل الرواة ذلك. فعن ابن مسعود مثلا، عن ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. فيستبعد أنه رآه في الفريضة، كون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، فكيف رآه؟ لم يذكر روايات عنه أنه كان يسير أو يمشي وهو إمام. وكذلك الأمر في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، فهذا يدل أن ابن مسعود رحمه الله كان في النافلة يفعله. وكذلك الأمر أنه لا يقتضي ذلك أنه على القبض، وإنما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، فلما رآه قد وضع الشمال على اليمين أراد أن يغير له مسألة أن يتيامن. يعني هنا ظاهر الأمر كذلك الأمر التيامن، وليس ظاهر الأمر القبض. فهذه كلها احتمالات. مشى إليه وهو إمام وهو في الصلاة ليبدل يديه، فظاهر أن ابن مسعود كان يتنفل. وعن وائل كذلك الأمر، وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فكيف رآه لولا أن رسول الله كان يتنفل؟ فالمأموم لا يستطيع أن يرى من خلفه ما يفعل الذي هو أمامه إن كان في الفريضة
فهذا يستبعد كثيرا. فإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل. وأما رواية الحديث في الموطأ فلا دليل فيها على العمل، فالقاعدة الأصولية العبرة بالراوي لا بما رواه. وقد بين مالك كما نقل عنه أو نقل عنه ابن القاسم وابن وهب الكراهة، إذن رواه لأجل إظهار الكراهة. وإعمال قاعدة إذا تعارض المكروه مع المباح قدم المكروه، يعني هذه كذلك الأمر أدلة أصولية لكراهة الإمام مالك في المسألة. وقاعدة تغليب الحظر على الإباحة، وهذه منبثقة من سد الذرائع كذلك، وهو أصل من أصول المذهب، وهي أصل من أصول المذهب، سد الذرائع معروف المذهب المالكي فيها. إضافة أن يقال أن منهج مالك في الموطأ روى فيه الصحيحة المقبولة أو الحديث الصحيحة المقبولة التي يعمل بها والتي لا يعمل بها، كما صنع الترمذي مثلا في حديثين، كما قال هو مخالفا منهجه في الجامع المختصر. انظروا اسم الكتاب للإمام الترمذي، الجامع المختصر، وإن كان مشهور بسنن الترمذي، لكن أقول الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، هذا الإمام رحمه الله. وأخيرا، فإن قول المالكية لا بأس بالقبض في الصلاة لا يعني الجواز المطلق، لا يعني الجواز المطلق، فهي صيغة تمريض يعني تضعيف كما قال الفكهاني رحمه الله، بل يقصد بها عند الإمام بالتحقيق بفقه الإمام بالموطأ مثلا وبالمدونة معنيان لا بأس. خلاف الأولى أتت بمعنى خلاف الأولى، وأتت بمعنى الإباحة، وهو قول رواية القرينين أنها مباحة، والمباح لا يعني أنك تفعله أصلا، لا يطلب فعله، لك أنت على الخيار، إن فعلت لا تأثم، وإن تركته لا تثاب، هذا هو المباح، هذا المباح. فرواية القرينين يعني لا تنفي رواية ابن القاسم وابن وهب عن الكراهة عن الإمام مالك. كذلك الأمر نقول رواية ابن حبيب عن الأخوين فهي سماعية، الأخوين هم من طرف وابن المجشون، روى عنهم أنه عن الإمام مالك، هو يقول عن الإمام مالك في الواضحة، لكن أنا لم أجد في الواقع، يعني النسخة في الواضحة ناقصة على ما كما ذكر المحققون. ذكر أنه عن مالك أنه استحسنه، وإن كنت أنا أستبعد أنها عن مالك، لكن احتمال الاستحسان من قبل المطرف وابن المجشون، والله تعالى أعلم. لكن نقول أن رواية ابن حبيب هذه سماعية، سمعها يعني نقلها سماعا، بينما رواية ابن القاسم هو رواية سحنون رحمه الله، هو الذي كتب أو دون المدونة كتابية، فتقدم عليها لأن الكتابة إملاء حضوري يثبت ما قال، لذا فهي أثبت من النقل بالسمع، فضلا أن راويها سحنون أثبت في علم الجرح والتعديل. سحنون إن بدنا نقارن في هذه المسألة على قواعد التحديث أو المحدثين، رواية ابن حبيب لا تؤخذ، لا يقلد فيها ولا يعمل بها أصلا، يعني يجب أن لا تذكر عند المالكيين، لكن البعض يعني يستدر بالعواطف، هذه حقيقة. أنا الحديث القبض يعني حقيقة، وإن كانت معلولة كما ذكرنا، لكن في مجملها تصح فهي سنة، لكن كما ذكرت الخلاف هو هل كان ذلك آخر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نستبعد ذلك طبعا.
بدليل ما يفعله أهل المدينة. إذن ابن حبيب ضعيف عند في علم الجرح والتعديل، وابن حبيب ضعيف بل متهم على قواعد المحدثين. قال ابن الحافظ ابن حجر مثلا: صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط. وقال ابن حزم رحمهم الله: روايته ساقطة مطرحة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة، طبعا هذا إخواني في مسألة الروايات، في مسألة أن يروي، هذا حكم. أما ابن حبيب فقيه لا نطعن به، حتى أن بعض المحققين أخذوا من كلامه، يعني رجحوا كلامه عن كلام الآخرين في المذهب. يعني هناك مسائل نعتمد فيها على قول ابن حبيب، هذا معروف، لكن نحن نقول الآن من حيث الرواية لا يؤخذ عنه أو لا يحتج بما يقول، لا يحتج بما يقول. فروايته ساقطة مطرحة كما قال ابن حزم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ضعفه غير واحد، وبعضهم اتهمه بالكذب، ووهنه الحافظ الذهبي كذلك. وذكر ابن الفرضي أنه كان يتسهل في السماع، فرتبته إذن صدوق يطلب له متابعة، فكيف وبأنها معارضة بقول مالك كما نقل لنا بالإباحة، وقول بالكراهة، وقول بالتحريم كما نقله الباجي. القول بالتحريم يعني قد يكون الكراهة الشديدة، بمعنى الكراهة الشديدة، لكن أنها تحريم، لكن هكذا رويت عنه أنه قال بالتحريم. فإن ثبتت هذه القضية لا يؤخذ، يعني يقدم المحرم أو التحريم أو الحرام على ما دونه من الروايات، لأن الاحتياط واجب، هذه قاعدة. والله تعالى أعلم. هذا باختصار بالنسبة للسدل، وأتمنى من الله. طبعا في هناك مسألة أن المالكي في مجتمع شافعي يقبض حتى في الفرض، لا بأس، لأنه هنا يعني الأمر مندوب، وإذا انتقل من مندوب إلى مندوب آخر، حتى أن هذا قول يعني بالمذهب كذلك، ابن رشد، ابن عبد البر وغيرهم كذلك الأمر كانوا يقولون بذلك. لكن إن أراد أن ينتقل، والدردير قال إنه استنانا إذا كان يعتقد أنها سنة وانتقل إليها لا بأس، لأنه هي من مندوب إلى مندوب. يعني القيد عندنا في الانتقال من مذهب إلى مذهب أو من مذهب إلى قول ضعيف في المذهب أن لا يأتي بموضع أو بحيز فيه محرم، أن تكون المسألة في مذهبك حرام ثم تذهب إلى الحلال مثلا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في كل المذاهب طبعا، ليس في مذهبنا يعني. لكن نحن نقول أن الانتقال من مندوب إلى مندوب جائز، لكن ليس أن تعتقد أن السدلة غير سنة، يجب أن تعتقد أن السدلة سنة كما هو القبض. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.